الاحتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة كما في الحديث. ولو فعله كثير من الناس اليوم، إن البدع اليوم لا تحصى والمعاصي لا تحصى اليوم، وليس فعل الناس حجة على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي لم يحدث المولد، ولم يحدث الخلفاء الراشدون، ولا علم في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، ولا في عهد أتباعهم، ولا في عهد أحد من الآئمة الأربعة، يعني انتهت المئة الرابعة، لا يعلم الناس شيئا يسمى بالمولد، إذن فهو من البدع. وهنا نسأل، هل نحن أشد تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ لا. هل نحن أشد حبا للرسول من هؤلاء؟ لا. إذا كان كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوهم وأن لا نقيم عيد المولد النبوي لأنه بدعة. فعلى المسلم أن يتجنبه وأن لا يحضره.